يسعد اوقاتكم. كثير ناس لسه ما اخذوا الهمه والطاقه والنشاط والاراده انهم يبلشوا في التمارين في البيت او في الجيم. اليوم احنا جايين نعطيكم هاي الهمه والطاقه عشان احنا نبلش بالطريقه الصح والطريقه اللي لازم اعمل فيها كل التمارين. اليوم رح نعمل عنا تمارين في الجيم، رح نركز على استخدام المواكن. لسه في ناس مبتدئين عم بروحوا على الجيم ما بيعرفوا كيف يستخدم المواكن، احنا اليوم جايين نورجيهم، رح نعطيهم الطريقة الصح، رح نعطيهم كمان التكنيك الصح كيف يعملوا عنا التمرين بدون ما يأذوا حالهم. أهم شيء بهذا التمرين بدي أتأكد إنه أنا دائما أكون ماكل قبل بفترة كتير منيحة لا تقل عن ساعة ونص إلى ساعتين قبل ما أبلش عند التمارين هاي. رح نركز عنا دائما يكون في عنا إحماء، يعني أنا جسمي بدي أكون محمي، بدي أكون ماشي مشي سريع، بدي أكون عامل تمارين نطنطة، بدي أعمل عندي التمارين اللي والله الهوائية اللي بترفع عندي مستوى نبض القلب وبتحرك عندي الدم. بدنا نركز كيف نعمل هاي الطريقة، بدي من الجميع يكونوا مستخدمين كل تركيزهم عشان يعرفوا كيف يعمل هاي التمارين بالطريقة الصح، عشان ما نأذي حالنا وعشان دائما نرفع عنا المستوى بالطريقة اللي احنا بدنا إياها والطريقة المطلوبة. رح نبلش هلأ، بدنا من الجميع يشاهدونا ويركزوا معنا. يلا أول تمرين رح نبلش في اليوم عنا العضلات الظهر وعضلات العضلات. هذا التمرين ما يكاد يخلو أي جيم من وجود هاي الماكينة، عشان هيك دائما لازم نعمله. بس أهم إشي كمان مرة زي ما حكينا، لأن إحنا عمالنا نستخدم أوزان بدي أكون عارف كيف بعمل التمرين بالطريقة الصح. أوكي، إيش رح أعمل دائما؟ أول إشي رح أركز إنه يكون عندي المقعد بالطول المناسب لي، أنا ممكن أحركه أرفعه أنزله بالطول المناسب لي. الشغلة الثانية بدي أتأكد إنه حاطط عندي وزن خفيف، ما بدي أبلش خاصة أول جولة بالأوزان الخفيفة. رح أبلش دائما بوزن إنه يكون مناسب لي ومناسب للإشي اللي أنا بدي أعمله. أوكي. ايش رح نعمل عنا؟ عندي المخبط رح امسكه على المنطقة الواسعة ورح انزل ظهري بهاي الوضعية. بدي اخلي ظهري دائما عندي على استقامة كاملة، وعندي بدي اسحب البار لمنطقة الصدر واطلع شوي شوي. باخذ نفس. الطريقة الغلط اللي ممكن اعملها عندي وممكن تأذيني اني ارجع ظهري كثير، هاي الطريقة غلط. لا، لازم يكون ظهري ستريت وارفع ايدي شوي شوي. طيب اهم شيء دائما كمان انه اركز بالتمرين انه يكون في بطء، يعني مش اعمل لا هيك غلط، بدي دائما عندي اعمل البطء، اكون مركز كمان في عضلات الظهر وهي عم تتحرك. اوكي، هذا التمرين رح اعمل عندي على 4 جولات كل جولة 10 مرات. رح أعمل كمان تمرين على نفس الماكينة، رح أعمل إيدي بهاي الوضعية. أول مرة كنا بهاي الوضعية، الثاني حنعملها هيك، أنا إيدي موجودين بهذا المكان وبنزل ظهري ونفس الشيء نختار الوزن المناسب، برضو ظهري على استقامة واحدة، ما برجع ظهري كثير، لا حيكون ظهري ستريت والنفس دائما شغال. وبنفس الطريقة أعمل هذا التمرين على 10 مرات على 4 جولات، ونبلش بعديها بالتمرين الثاني ونرجيكم المواكن ممكن نستخدمها عندنا في الجيم. يلا التمرين الثاني اللي رح نعمله اليوم تمرين عنا العضلات الكتاف. بدي أركز كمان مرة إنه ما أعمل عندي على وزن عالي خاصة في البداية، وأركز دائما على التكنيك بالطريقة الصح وأركز بالتمرين، يعني أنا أكون عمالي بفكر بالعضلة وأنا عمالي بعملها. هذا التمرين رح أختار في عندي الوزن الخفيف من هون، بقدر أختار شو اللي بدي إياه. رح أكون بهاي الوضعية، ظهري رح يكون لورا، إيدي حيكونوا ماسكين من هاي المنطقة. هأخذ عندي نفس وأبلش. حامل هذا التمرين عندي على 10 مرات وعلى 4 جولات. كيف الطريقة الغلط يعمل التمرين؟ السرعة، لا ما بدنا إياه، بدنا شوي شوي. حامل 10 10 10 10 على 4 مرات. التمرين الثاني برضو على نفس الماكينة، حمسك إيدي بهاي الوضعية على أساس أعطي زاوية مختلفة من الجهة الأمامية للكتاف. ناخذ نفس،
برضه بنفس الشيء اذا بعمله بسرعه وبدون ما اركز بيكون التمرين عندنا غلط 100%. بدي احاول كمان مره. اوكي كمان مره ناكد على التمرين. اول مره 4 جولات 10 مرات، بعدين بنريح وناخد عندي كمان 4 جولات على 10 تكرارات، وهيك بنكون عملنا التمرين الخاص بعضلات الاكتاف العلوية والزاوية الأمامية من العضلات العلوية. كمان مرة نركز نعمل عنا بالطريقة الصح، وما نركز نزيد أوزان، نركز نعمله بالتكنيك والنفس. وكمان شغلة، لما أنا أبلش عندي بزيادة التمارين وعملها في اليوم الثاني، بدي أزيد عندي يا الوزن يا التكرارات، وننتقل بعديها للتمرين الثالث. من اكثر العضلات اللي معظم الناس والشباب تحديدا بحبوا انه دائما يلعبوا لها ويقووها ويحسوها دائما قويه، اللي هي عضلات الايدين، عضلات الباي والتراي. عضلات البايسبس والترايسبس بدي اركز كمان انه نعملها بالطريقه والتكنيك الصح. كمان مره بحب اكد على هذا الموضوع، انه ما نستخدم عندنا اوزان عاليه، نكون محامين جسمنا قبل ما نبلش بهذا التمرين. هذا التمرين كيف راح اعمله؟ راح اكون عندي المسكه بهاي الوضعيه، راح انزل ايدي، راح يكون البوش لقدام وارجع لورا. يعني عندي من هون زيرو بوينت، ومن هون بخلص التمرين. يعني انا عم ببلش من هون وعم برجع من هون. اذا اي حدا عم بعمل هذا التمرين بحس عنده في عضلات الايدين عم بتحرك، وعضلات البايسبس والترايسبس والترايسبس تركيز اكثر، فانا بكون عامل بهذا الموضوع. عم ناخذ النفس، اول مره بعمل على عدد 10 مرات ولحد 4 جولات. يعني أنا عمالي ببلش بهذا الموضوع لأول مرة، فأنا بعمله على 10 مرات وعلى 4 جولات. في المرات اللاحقة بنركز إنه نعملها عنا على إما زيادة وزن أو زيادة تكرار، بس زيادة وزن طبعاً بالإشي المعقول، على أساس إنه أحس دائماً عندي استفادة كاملة لعضلات الباي والتراي. فأنا بهاي الوضعية كمان مرة نورج التمرين. اوكي ركزنا على النفس، ركزنا على طريقه التكنيك الصح، ركزنا على الوزن القليل اللي احنا نبلش فيه، اساس احس عندي في الشد اللي انا لازمني في الايدين. وبعد ما عملنا هذا التمرين رح ننتقل مباشره لتمرين عضلات البايسبس. بدنا كمان من الجميع انه يركز فيه ويعملوه بالطريقه الصح. يلا نبلش فيه. بعد ما عملنا تمارين الترايسبس، وزي ما حكينا قديش عضلات الايدين كتير مهمه على اساس انها دائما عندي تزيد نسبه العضل اللي موجوده في جسمي، رح ننتقل مباشره لتمرين البايسبس. تمرين البايسبس برضه بدي اركز فيه على العضله الاماميه من الايد، بدي احاول دائما اخليها عندي دائما مشدوده. مش هدفنا الرئيسي انه احنا نكبرها، يعني مش هدفنا نوصل للمنطقه اللي بنشوف فيها الصور، صور لاعبين كمال اجسام، هذا مش هدفنا الرئيسي. الهدف عنا بالاساس انه احنا دائما ناخذ عنا الشد، بنحرك ايدينا ونحرك جسمنا بالطريقه اللي لازم احنا نعملها. عشان هيك دائما بنركز على ما نزيد الاوزان، لا ممكن انه ناذي حالنا غير لما نوصل لمناطق واماكن ومستوى عالي جدا بقدر انا فيه ازيد عندي مستوى هاي التمارين. طيب كيف انا بدي ابلش عندي تمرين البايسبس اللي احنا رح نعمله هلا؟ رح ارفع حالي شوي، ايدي رح امسكهم بهاي الوضعيه، رح يكون موجودين من هون، لا رح يكونوا واسعين ولا رح يكونوا ضيقين، لا رح اكون على الوسط، ايدي بهاي المنطقة، ورح اقعد شوي شوي وارفع ايدي وانزلهم. طبعا زي ما بنحكي دائما التكنيك الصح والنفس الصح. إذا بعمل التمرين بهاي الوضعية أنا ممكن لا سمح الله إنه أذي حالي، ممكن يصير عندي شد، ممكن يصير عندي تمزق. بدنا نحاول دائما نعمله بهاي الوضعية السلسة والسهلة، وأركز بالعضلة وأنا عم بعمل التمرين. ناخد نفس. هذا التمرين رح أعمل عندي على 10 مرات وعلى 4 جولات. نركز كمان مرة كيف رح نعملها. هاي 1 2 3 4 5
6 7 8 9 and last one هي 10. بعد ما نوصل لمرحلة العشرة فإحنا لازم نريح عنا شوي وناخد نفس ونخلي عضلاتنا عنا ترتاح بعد ما بعديها بنبلش عنا في الجولة الثانية. فشوي شوي بدنا نركز إنه دائما يكون في عندي راحة بين كل جولة والثانية ونركز نعمل التمرين بالطريقة الصح. وهلأ رح ننتقل للتمرين اللي بعده. آخر تمرين رح نعمله عنا اللي هو تمرين الفلاي. هذا التمرين من أهم التمارين اللي دائما لازم أركز عليها أعملها خلال تمريني، وخاصة لما بعمل عندي تمارين عضلات الصدر. كيف لازم أعمل هذا التمرين بالطريقة الصح؟ أول شيء أتأكد إنه أنا قاعد بتسعين درجة، يعني ما يكون ظهري نازل لقدام ولا أكون ساحل بهاي الوضعية، لا بدي أكون ساند ظهري لدرجة 90 درجة. إيش هذا التمرين رح أستفيد منه؟ رح أركز عندي منطقة الصدر وتوسعة منطقة الصدر. كثير ناس بهمهم هذا الموضوع، بهمهم يحس ان صدرهم دائما عندهم مشدود وبالمستوى المطلوب والقوه المناسبه ليكون هذا التمرين صح. ايش بقدر اعمل قبل هذا التمرين؟ ممكن احمي بتمارين البوش ابس قبل ما اعمل، يعني ممكن اعمل تمارين الضغط قبل ما ابلش بهذا التمرين. كيف رح نعمله؟ اول شيء رح اختار الوزن المناسب، رح اركز على المسكه انه انا عم بمسك بهاي الوضعيه. طيب كيف رح ابلش هذا التمرين؟ رح ابلش عندي من هون وانهي من هون، يعني أنا إيدي بيكونوا شوي متنيين ما بيكونوا ممدودين على الآخر، فيهم عندي تانية بسيطة. فأنا ببلش بأخذ نفس. كيف ممكن أعمل التمرين بطريقة غلط؟ أمد إيدي على الآخر وأعمل بهاي الوضعية، هيك طريقة غلط. لازم يكون في عندي تانية بسيطة، فأنا بأخذ بهاي الوضعية. نعمل 10 مرات عندي، هي 2 صرنا، هي 3، هي 4، هاي 5 كمان بالطريقة الغلط اللي ممكن أعمله أنا بهاي الوضعية. هيك أنا لا عم بعمله بالطريقة الغلط، رح أركز إيدي لما يكونوا مفقودين وفيهم تانية بسيطة. 7 8 9 and last one 10. رح أعمل نفس التمرين، رح أركز إنه أعمله بمسكة مختلفة. في عندي هاي المسكة اللي موجودة من هون على أساس إنه أنا بعمل نفس العضلة بس بزوايا مختلفة شوي. نفس ما حكينا إيدي مش ممدودين على الآخر، راح يكون فيهم تانية بسيطة. راح أبلش بهاي الوضعية، هاي 2 هاي 3 هاي 4. كل مرة بدنا لما نعمل هذا التمرين هاي 7 أركز إنه يا أزيد التكرارات يا أزيد الوزن. 8 هاي 9 وهاي 10. هذا التمرين برضو بدي اعمله بالطريقه الصح والنفس الصح والوضعيه الصح. بنركز دائما عندي منطقه الكوع ما تكون ممدوده على الاخر، يكون فيها تانيه بسيطه. وانا بعمل هذا التمرين مباشره بعد ما خلص هذا التمرين احس مباشره عندي في شد في منطقه الصدر. هاي المنطقه جدا مهمه وجدا قويه ولازم اركز عليها انه اعطيها دائما القوة من التمارين اللي بنعملها. ونركز دائما بعد ما خلصنا هاي التمارين نروح نتجه للأكل الصح. الأكل الصح اللي هو موجود فيه نسبة عالية من البروتين، مش شرط البروتين الصناعي، لا البروتين الطبيعي اللي ممكن أخذه من صدر الدجاج والبيض وهاي الأمور كلها. فبدي أكون أنا عامل حسابي إنه أول ما بخلص التمارين أروح أتجه للأكل الصح. ويعطيكم ألف عافية. بعد ما شفنا كيف نعمل التمارين بالطريقة الصح، بدنا دائما كل الناس يعملوهم، يركزوا بهاي الطريقة، يركزوا بحركة العضلة. أكون أنا عم بعمل هذا التمرين عم بركز فيها وأحس أنا في دماغي عمالي بحس إنه هاي العضلة عمالها تتحرك. بدي من الجميع يلاحظوا هذا الموضوع ويبلشوا فيه بكل هاي الطاقة والحماس والقوة اللي احنا حكينا عليها. كل مرة على المرة بدنا نحاول نزيد عنا إما عدد التكرارات أو نزيد عنا الوزن. نتمنى الصحة والسلامة للجميع. In sports we share love.